وقت بتشحطها للمغضوبة أختك وبتشخطها بنص الحارة، مو بس بتوقفوا عند حده، بتكسر له عينه بتفوا بشواربه. أمي، هلال وهاشم طلعوا يدوروا على أختي أمينة. وإنتوا شو؟ بدكن تضلوا ملزقين بالبيت مثل النسوان؟ قوموا انتخوا ودوروا على أختكن، إلعوا! أمي تركينا بحالنا مشان لهلا. وإنت الثاني يا كبير البيت، قبضت معاشك؟ لسه، في هالكم يوم إن شاء الله بيعطوني، هيك قالوا لي. إنت انعطى لطش يا ريتك، عم تفهم؟ لسه بتقلي هالكم يوم وهالكم يوم بقبضه؟ روح انقلي عدور على المغضوبة أختك، يلا! تسلميني إن شاء الله. الله ياخدك.